أنا وسلم بكم شهيد قناة شيخ طيبيكم، مرحبا بكم معنا في هذا المباشر جديد من مدينة الرمضة والسوق، سوق الدجاج بالجملة. جينا نشوفوا الإقبال الكبير على الدجاج الكروازي من الطرف أفارقة بروح الصحراء. يبغيو هاد الدجاج بزاف، يبغيو بزاف واخا يبدو بزاف، عندهم واحد الطياب خاص ديالو، وكياخذوا تبارك الله تياخذوا بكثره. جسمه هاد الدجاج الكروازي عليه قبل من طرف افريقيا، واش عنده شي طياب خاص ديال موما ولا ومرمي عليه واش رومي دابا؟ لا كروازي كيتشوى، عندهم طياب ديالو كيتشوى خاص راسه. وهاد الناس اللي كيجيو واش كيجيو كياخذوا بجملة كيبيعوا ولا غير كيكونوا هما صحاب؟ لا بجملة هادشي كيبيع 20 30 كياكلو هما يبيعوهم ماشي ياكل من عند واحد برا، عرفتي علاش؟ رخيصة ساكن غالي عليهم الحمر راك عارف. رومي راه 26 دابا، رومي راه 26 هادي مليحة هادي دابا، حيت كاين اللي كيشوفها تيقول لك 12 درهم دايرة. 12 درهم الوحدة؟ لا عطيني 6 درهم. خليها لي على ما هي هنا، جيبها لي، جيب لي وحده، جيب لي وحده. حنا غادي نمشيو نشوفو. هادي كومي خالي. فاش قلت لك بدي السنة ديالك؟ كلها مزيانة. داكشي كاع اللي كيقولوا هضره. كومي خالي سي. هادي اللي بغيت. هادي كومي خالي. ما كاينش طاشين، ما كاين لا ضرب لا والو، لا ضرب اللي كتقول لا دجاجه بقى فتيه وتحطها تهرب ما تبقاش والو. هي دجاجه خرايه، دجاجه كلها صحيح، لا حتى شي حاجه. شنو مين قال لك دجاجه مزيان؟ عرويطه يعني الدجاج مليح، مزيان الدجاج مليح، والناس هذوك اللي كيتقداو راه كيعرفوا حتى هما، راه ماشي الله كاين. مشينا شنا الدجاج الكروازي بالجملة ديالو، الدجاجة مليحة كيبان لك السلب ديالها نقي، كلشي باقي نقي. مزيانة وهذي هذي فرومير كالي. شفت عارف هذي مزيانة تسحب السكريات 100%. صح. هي كتشد شوية الطياب. هي ما خصكش طيبها بالماء، هي ديال التحمار. هي الأصل ديالها ديال التحمار باش طيبها. إلا دخلتيها في الماء ولا هذيك كدواز ما تطيبش. تتعصعص. وهاد الناس هادو راه تيعرفو، راه ماشي ما كيعرفوش. هادو هي الاكله المفضله عندهم، وكذلك على هادشي اللي بغيت نقول لك، انا تناكل مع الافارقه دابا حاليا، تناكل معاهم داك الروز ديالهم. هادشي كتجي فيه تجي واعره بالحار. كيديروه بالروز. بالحار. يعني تا هما راه كيعرفوا، راه كيقلبوا، كيعرفوا الدجاج، كون ما كانوش كيعرفوا راه ما يجيش ياخذ داك 10 20 30. دابا 10 20 ماشي تياخذها بوحدو. عنده صحابو كيجيو. عنده صحابو تيجيو بحال تيولي واكل فابور ولا ولا ترونسبور. وتا هما في بلادهم راه عندهم دجاج، راه هما الدجاجه اللي بانت لهم هي باش ياخذها. ما تياكلوش الرومي. وراه كيعرف يعزل تا هو. عندهم هذه بحال البلدي. هما ما عندهمش الرومي، لا ما عندهمش الطولي.
تعرفوا كولي ريجي صافي هادشي اللي تعرف سعيد شنا شنا الدجاج الكروازي عليه اخبار من طرف افريقيا بزاف الحجاج الكروازي دار ترخيص شويه هما ما عندوش امكانيات مساكن باش يشريو داك الشيء علاش هما كيبغيو اصلا كيبغيو هذا بزاف هما كيبغيو افريقيا كلشي كيبغيو هذا الشيء داك موسى اللي في القهوه تيعرف يطيبها واحد التريتور يدير بحال البلدي طيبه طيب بحال البلدي اللي يعرف يطيبها التريتور من راسه الله يلا بحال الماكله ديال الشباب الناس يعرف يطيبها يا راه دجاجه مليحه قلبنا عند الشمال راه الصدر ديالها باقا نقي كلشي دجاجه مليحه ما كاينش هي راه الجوده راه كاينه ورا هذا علاش غناخذ انايا راهو 23 درهم اللهم ياخذ بنادم الكاليتي الاولى هي دابا هي شوف هي دابا قاتله جوج كيلو تديها 13 درهم انا اقسم بالله الى الله الى مريش لامي خمسه هاد الكروز ها لهادو امي تتويهم للجمعه والرفيزه شكرا لي يا خويا